وش واسمي عربي ولد جودة وعندك حكاية معايا تفضل مرحبا. نحب نوصل سودي القيس السعيد طوى نحن كحرقنا ولا وصلنا ولا رجعوا لي وليت إيه انت بابا معناه انت ماخو جودة يا ذنوب والله يا ذنوب يا خي نخدم نهاري بعشرين ألف عشرين ألف باكو الدخان أرتال زاتلة وب وفات العشرين ألف أنتي نحي الأرتال والزاتلة يا بدي ما كيفمش نعيش راح محمد تطلع في كار تخلص تمشي للجامعة تمشي للحابس تمشي تسكر تمشي للحابس تمشي تزاتل تمشي للحابس تحبونا نعم نبيع الجلبانة قدام مركز العطار أنا خلينا نعيش هيك عيشتنا سيدي حسين عوم الصعبية الكل جيالة حي مراد السابخة كل أي بلاصة دور فما الساقط فما الراشد مش يعيش أنا أشوف فيها هذي ولا ما يعيش الأرتال كانت بلفين الكعب تو بخمسة آلاف كعبة الأرتال متغشش متغشش على الآخر يعني. ما بتحبوني ندور ببالا قرط نبدا نقلع في القرط ونشعر ونقول رايق الزطلة يسيبونا خا نعيش شكون جابها الزطلة؟ أمي جابتها راكده في الدار كلمة المعتمد وجابت الزطلة مش أمي جابت وما دخلونا الزطلة الزطلة من كانت بخمسة آلاف ناخذوا فيها قدك تقول كعب باقيه تو معلم بعشرة آلاف ولا بعشرين ألف قدك أمي مش فرحانة بيها في الدنيا هذه الزطلة أمي تقول لي شنو هي أمي الزطلة قصة خايبة وليد أنا غالب أمي تكعبرت لأني حصلت في البلاد هذي وعاد خلي عاد نتعمد اللي تضربوا تو مش الشباب ضربني بكاس بيقني وشكي هو ظالمك تمشي للحبس صالي تمشي للحبس تسكر تمشي للحبس على الجيم يعمل جيم على تصويره يا رسول الله شنو اللي محضرها فوق راسك باش اي حاجه تغطي وجهك والله يا اختي الغاليه نحن كحال تويره في الليل نخدم فهمت كي يقولوا لنا راهم هدي كي يقولوا لنا راهم هدي نلبسوا الوحده نهدوا نتبدوا نتلبدوا فهمت ما يسمروني شي ما كلم واقع اختي الغاليه هذيك هي ليش كاميرا تفي ساعه قل لي قل لي ساعه اش تعمل لحظه اسمعني خل غطي وجهي احكي معايا لا علاش غطيت وجهك؟ أختي تشوفي في الحالة نحن في سيدي حسين فما عاد تشوف الشباب كيفاش مطيش معناتها عايشين بقدرة ربي نحن تمشي تخدم يطلبوا عليك بتروار رئيس دولة معدي الحبس شباب كيفي أنا كيف هذا كيف هذا كيف هذا ما يخدمش شد العمى تكيف الزت على الأقل الزت كي تكيفناها نحن كل شيء عاد بابا بن علي ربي يخليونا والله يرحمه ساعة كانت الزت لا مطيش بخمسة آلاف تاخذ واحدة تعشي بها داركم شبي قلت بابا بن علي وكي قيس سعيد قالينا وليدي تغششتو من العري وجهي خلنا يسمعني قيس سعيد يا سي قيس سعيد اسمعني اختي نحكي معاك راني في كلام مش خوف ولا تماع امريك بابا بن علي خسرناه الزويري ما دارش بيه تو عاجبك انت الحالة عاجبك الحالة ماشي عاجبة حد الحالة الشباب هذا يتكيف هذا يتكيف عندك بجدية باش تتكيف شكون في الدنيا هذه ما يتكيفش الزات الغليات دور ترتال اختي الباركيزول دوام مبلم تاع الرازي وليت ناكل فيه نوصل بثلاثه كعبيات انا اختي في النهار ليش تاكل فيه شعمل؟ الارتال هذي تنسيني في الهم اللي نعيش فيه في المحيط كعبه ثلاثه اربعه قيوه لونجي باكو الدخان تاعتك تمشي هايم في الشارع تمشي لا حد يسال عليك حد تصح مريقل ديما مشي لقدام هاو لقيتك تخمم نخمم عاش نخمم جا ربي عجبتك انت الحاله هذي ما تعملنيش نخمم انت عجبتك الحاله هذي مشيت باش نخدم طلب عليه بتروا كان جاوا عبيد مسكرين الجوامع مسكرين حالين بيران ما تجيش مش معقول بالرسمي نعيشوا في تونس بالرسمي رانا نعيشوا في تونس بقولوا فعل بتصلي انت تصلي يا بابا اسدي سال تاعتي الفرض قبل ما نكذبوش نحن معانا ربي ديما فهمت علاش متغش من العجوان انا اخويا راني متغش عجبتك حالة بلادي انا هذه تونس عجبتك الحالة هذه مش عجبتني أنا الحالة نقوم الصباح حل عيني كابرتال باكو الدخان قهوة نجي قهوة العياري كلها رجال كبار حاسينو مسكين الزويري تعب والله المزمر فينا راه معدي ربطية راه فماش لا تمشي للحبس يقول لك السجون وسلاح السجون موجود والسلاح وين تلو فيه سلاح تصلحوا فينا انتم تالكوا فينا المروجة موجودة الزطلة مروجة الأكوانين كل شيء موجود ما فما حد شيء باش موجود في الدنيا هذه تمشي تخدم الشعب التونسي في بعضنا ما عندناش الخير يحسبك عبيد عنده عبيد ليه راهو واحد عنده شعر سيدنا علي في روح معناتها ما تكبرش فهمت تخدم انت توا الحمد لله نخدم وربي يخلي لي عارفي فتحي مينوزا ونخدم في سيريات وبلايك الشهر نحن فهمت جونا به جونا على الكناويط ما طالبين شيء نحب نوصل سودي القيس السعيد
توا نحن كحرقنا ولا وصلنا ولا رجعوا لي ولادي. إيه انت بابا معناه انت ما خو جوده يا ذنوب، والله يا ذنوب يا خي. اش تحب نزيدك اكثر من هكا؟ راه وعدهم تجي قاعد قدام بداركم احترم حجر الصح يا معلم. قلت يا معلم وين ام الى مريضه كيف سيجاره ني داخل حاكم هذا مركز العطار جمله نحكي عليه. قال لي شبيه داركم عندكم الصح في داركم؟ قلت له دارنا ما عندناش الصح. قال لي شبيه داركم بالزنك؟ والله قلت له كاينك هذا دارنا بالزنك. ما طالبين شيء، يبعدونا نفسنا، اعطونا الشيخ، اعطونا الزت، اعطونا الارتال، تو نعيشوا نحن. ما فهمتش هذوما ما نعيشوش راه. علاش الشباب يحب ديما عايش فاقد الوعي؟ عاجبك انت الوضع اختي الغاليه؟ عاجبك؟ اما الحمد لله جربنا الشيخ مش اكثر حتى سيرانك نحن فهمتي نزرب. انت شنو اللي مش عاجبك في الوضع؟ وضع الامني، وضع الاقتصادي، وضع بلادي المحمم المزبل هذايا عاجبك انت؟ فرحانه انت في تونس؟ فرحانه؟ نخدم نهاري ب 20,000 20,000 باكو دخان ارتال زاد لا اوب وفات 20,000 ترقد تعاود تفيق تعاود نهار الناس السينار باش تعاود. وانت نحي الارتال والزاد لا يا بدي ما كيفاش نعيش انا عمال دي كيفاش باش نعيش انا كيفاش باش نقابلهم العباد هذايا؟ تطلع في كار تخلص تمشي للجامع تمشي للحابس تمشي تسكر تمشي للحابس تمشي تزتل تمشي للحابس تحبونا نعم نبيع الجلبانه قدام مركز العطار انا تمشي للحابس نفس المعبوك. خلينا نعيش خلينا نربوا الريش راكم قطعتونا خلينا نعيشوا هيك عيشتنا سيدي حسين عوم الشعبيه الكل جياره حي مرات السابخه كلها اي بلاصه الدور فما الساقط وفما الراج مش يا ربي خلص حالها خد سمير نحبها برشا المراه هذيك مراه فاضله برشا حسير ما نحكوش برشا انا ما طالب شيء ليش ربي خلص حالها مراه طيبه برشا فهمت بنت حومه حرفه وين بنت حومه بلديه بلغتنا نحن بنت الرباط شو عاجبنا الوضع هذا امشي ترى شو مش عايش انا شو فيها هذا ولا ما يعيش الارتال كانت ب 2000 كاب تو ب 5000 كاب الارتال ما تغشش على الاخر انا ما بتحبوني ندور بالا قرتنا نقلع في القرت ونشعل ونقول راهي زطله يسيبونا خا نعيش شكون جابها الزطل امي جابتها راكده في الدار كلمه المعتمد وجابت الزطل مش امي جابت وما دخلونا الزطل بركيزول الارتال بركيزول باكو ب 130,000 شكون يجي فيها الارتال هذايا؟ ما هو التوبه مو غادي من سبيطار الراس يترى فيك قاعد تخرج بركيزور الزطله من كانت ب 5000 ناخذوا فيها قدك تقولك عبا قيط تو معلم ب 10,000 ولا ب 20,000 قدك امي مش فرحانه بها في الدنيا هذه الزطل امي تقول لي شنو هي؟ امي زطل قصه خايبه وليد انا غالب يا امي تكعبرتي لاني حصلت في البلاد هذي سامح طلب منك حد شيء سميع مريق مش عاجبنا الوضع هذي هاو تشوفي فيه هاك تشوف هاك حاجة الشباب هذي ياكل برشا دايرهم ما عندهمش فلوس زويولة هي نحكي في اللوجيك هذي ياكل في 10 باقيت في النهار ويحب ياكل الكالامار وما عنديش ما كخرج يخدم نقولك ما نخدمش شنو هي؟ انا شتعشيت كافيار اليوم كليت وتشكي وتبكي لا الحمد لله مشكل حد حتى سعيدك مش نحكي معاه يا ولدي ربي معاك رئيس دولة رئيس معتمد الحوم أمورك ما عندي حد شيء معاك ما عندك ما تعمل يا وجهي مسمور زيد خزل ريتو قيس عايد هذا وجهي واسمي عربي ولد جودة وعندك حكاية معايا تفضل مرحبا أنا راهو الجنسية نتاعي طرابلس طرابلس ليبيا ليبيا ما فماش لا جيت لهنا معلم بعدت على الكرتوش جيت لهنا لتونس نلقى روحي ما عندي شبع حبس هاي الزطل وعاد خلي عادنا يتعمد اللي تضربوا تو من الشباب ضربني بكاس بقني وشكي هو ظالمك تمشي للحبس تصلي تمشي للحبس تسكر تمشي للحبس على الجيم يعمل جيم على تصويره يا رسول الله خلي العباد التوب ماك تحبوا على التوبه خلي توبونا اخو نعونا الشيء هذا نعونا الزطله نعونا كل شيء تو نحكوا معاكم حال بار ومسكر لي جامع كيفاش تقول الشباب يحبوا يتصل شي يتصل دخل في ترانت راك زطله البلاد منين تجي زعما الزطله صاحب امي كلم فيهم القاسين قال له برجع عربي جيب لي الزطله ليه مش مستحيله الحكايه هذه يا جم فما حتى واحد كلها تتكيف جدية الله يرحم تتكيف تكونسوم ارصد حاج شوفي اللي عجب انت في سيدي حسين انسى قل لي شنو اللي محضرها فوق راسك باش اي حاجه تغطي وجهك والله يا اختي الغاليه نحن كحال طويره في الليل نخدم فهمت كي يقولوا لنا راهو مهدي كي يقولوا لنا راهو مهدي نلبسوا الواحد نهدوا نتبدوا نتلبدوا فهمت مش ما يسمروني شي ما كلم واقع اختي الغاليه هذيك هي العيش تقوم الصباح لا ماكلة لا حد شيء، على خويا الزتلة تاك قول نجري على الربة معلم، والزتلة ما فماش، الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، وينو الاقتصاد؟ تطلع في كار تخلص،
التواليت تمشي للتواليت مقصور باش تدخل التواليت بالفلوس. هذه تونس يعني تقول لي تونس وين تونس؟ وين تونس؟ في الاوروبا الزاد تكيفوا فيها هاي تكيف تحب تصلحني انت هز داويني هز اعمل لي موضوع تنبطلها الزاد. اما انت تدخل لي فيها وتشد فيه تبعثني بعام ومليون وتقول لي الشباب راه باش نصلحوا كيف باش تصلح انت؟ الزاد لا موجوده في السجون. قالوا السجون سلاح والله لا فما منه سلاح سلاح الله يرحم ما تصلح حد من الدنيا اللي عاود يروح من الربطية عاود يرجع الربطية من بعد يدي خم في الربطية من بعد اشنا بركاجات تصوري حمدونا باش نتاع بركاجات.